سكرتير عام نقابه الصحفيين. استاذ جمال اهلا بحضرتك، وايه اللي حصل النهارده؟ مساء الخير يا استاذ هاني. اهلا بحضرتك. والنهارده طبعا كان في جمعيه عموميه لنقابه المحامين، احنا عارفين الظروف اللي حصلت فيها الجمعيه العموميه، كان هناك مشاكل طبعا بين المحامين انفسهم، احنا لسنا طرف في هذا الموضوع. بالطبع كان في اعداد كبيره من الزملاء الصحفيين يقومون باداء عملهم، اثناء ذلك حصل اعتداءات على عدد من الزملاء الصحفيين، وبعض الساده المحامين استولوا على كاميراتهم وحطموا بعض معداتهم. زملائنا قاموا بتحرير محاضر في نقطة التحرير، والنقابة أصدرت بيان أدانت فيه هذه التصرفات. ويمكن توجهت أنا وزميلي خالد البلشي لمقر نقابة المحامين في محاولة للحصول على الأجهزة، لكن للأسف شديد الزملاء الصحفيين لم يتمكنوا من التعرف على المحامين الذين حصلوا على هذه الأجهزة. التقينا الأستاذ سامع عاشور وبعض أعضاء المجلس، وكذلك الاستاذ عبد الحليم علام نقيب المحامين في اسكندريه. هم اعتذروا عما حدث، ولكن هم في نفس الوقت مش عارفين مين المحامين اللي هم اعتادوا على الزملاء الصحفيين اثناء ديت عملهم، لانه كان عدد كبير جدا متواجد داخل مقر نقابه المحامين. هذا ما حدث بالضبط. نعم. طيب يعني هل فعلا تم تحرير محضر بالواقع ضد هؤلاء المحامين؟ هل في محضر حصل؟ بالفعل حاليا في عدد من الصحفيين بيحرروا محاضر في نقطة شرطة التحرير. هم للأسف عندهم أسماء ثلاث محامين بس من المعتدين، ولكن عندهم فيديوهات هيقدموها للنيابة بصور المحامين الذين اعتدوا عليهم. طيب أشكرك شكرا جزيلا أستاذ جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين. حقيقة يعني مش حلو اللي بيحصل ده، يعني حاجة مش فاهمة بالظبط، يعني البلد فعلا مش ناقصة الكلام ده خالص.